It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Yes, I caught that crib. السلام عليكم، معكم ابراهيم رئيس طور. والله اني جايكم اليوم وانا مستحي مره، لكن طالبني احمد لانه مستحي اكثر مني. الفترة الاخيرة الشيء اللي قاعد تسووه من دعم، لايكات، مشاهدات لكل اعضاء باور عامة، قناة احمد خاصة، شيء مو طبيعي. لكن انا اليوم جاي مستحي واطلب منكم طلب. في شيء كبير 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 جاي الان. شو احمد طلبني؟ قال هذا الموضوع لازم اقعد اسبوع ولا اسبوعين اجهز له، وعندنا بعد العيد. شلون ابراهيم بقطع عن الشباب في المقاطع والبثوث؟ ما اقدر مع الدعم هذا اللي جاي. انا بكلم الشباب، ولكن اذا انتم ما رضيتوا، احمد مو متحرك ولا راح ولا مكان، وبيجي هنا يوم العيد يذبح لكم الضحيه. فلازم انتم توافقون اول، بس عيد لازم يسلم على اهله. قرار عندكم. ممتاز، حلو. تعال تعال. في اعلان نقول لهم، بس في اعلان سامحونا، والله طلبنا كثير، بس يلا والله كم ما تقصروا ناس يا جماعه. كادوا. السلام عليكم. قبل يومين يا جماعه صار حدث مو كل مره يتكرر. تخيل تجمع كل ثله بور في مكان واحد وفي تحدي واحد وفي بطوله واحده. حياكم الله وبياكم، يا رب يجعل الجنه مثوانا ومثواكم. صانع محتوى ولا مصور ولا اداري، كلكم بجيم واحد تحاولون تفوزون. عزيزي المشاهد، قبل يومين سوينا بطوله اسمها بطوله باور، ولاول مره تصير في لعبه ابيكس ليجند موبايل. البطوله صار فيها حد وشخصنا واستقعاد، وكل واحد صغر عقله قام يحاول يذبح الثاني. فايزي كل نواف يطب على مودي لين ضايع. مودي يا مودي ولا طلقه فيه، اتقل لا في نفسك يا مودي. الوضع كان حماس ومشعل، حتى استديو تحليلي سوينا. ازيد على النقطه اللي ذكرها الاستاذ عبد الله ازن، هذه اللعبه لاول مره تنزل على الجوال وباللغه العربيه ومجانيه. ابيكس ليجند موبايل هي لعبه باتل رويال، تقدر تلعبها مع اخوياك او لحالك. كل شخصيه فيها لها ميزه خاصه فيها، يعني انت والتيم حق واحد تبغى هيلر، واحد تبغى حق درع، ما حق تعزيز. واجمل شيء يا جماعه ان اللعبه مدعومه بالعربي بالكامل وتلعبها على جوالك. وطبعا انتهت البطوله يا جماعه الخير اللي سويناها قبل يومين بفوز تيم فيرفول. الف مبروك لهم. يا احمد ربني انا ما شارك، يا احمد ربني انا كنت فوز ومعلم والله العظيم. بحط لكم رابط الديسكورد حق اللعبه يا جماعه بالوصف، ورابط تحميل اللعبه برضه بالوصف. حملوها وتراها مجانيه ومشاهده ممتعه للمقطع. الله يسعدكم. طيب غردت تغريده بحسابي بس تشيب لي، وردوا علي 3000 شخص وطلبت منهم حاجه واحده. ضحكني مره تاخذ ايفون، ضحكني نص تاخذ سوني واكس بوكس، وضحكني شوي ما تاخذ شيء. لا تاخذ دولارات. دولارات من وين؟ من السي سي بلاي عندهم. ودخلت على تشوق، حصل انواع البطايق، بلاي ستيشن ستور، اكس بوكس، كل شيء. بجيب لكم اياها منين على طول وانا قاعد طالعني. طيب اطق لكم 100 دولار، اطق لكم يعني ننوع لكم شوبينج شوي. طيب يا احمد انا فاتتني الجوائز وما قدرت الحق. مو مشكله، عندي انا وعدتكم في اخر مقطع اني بضبطكم يا جماعه. والله لو اسوي اللي اسوي ما اوفيكم حقكم، وادري اني طلعت لكم بدايه المقطع وانا شوي مستحي منكم، لكن ان شاء الله بتعرفون قريب ليش. عزيزي المشاهد، في حال تابعتني في ستيسي بلاي عن طريق الرابط اللي تحت وهذا حسابي قدامك، اليوم راح ادخل على اللي مسوي لي فولو، راح انزل كذا مثلا اروح عند منيره، اضغط عند منيره وادخل الخاص عندها واقول لها مبروك يا منيره انت فزتي، كذا ارسل لها مبروك. طبعا منيره انت ما فزتي للاسف، بس اقول لكم. المهم مالكم بالطويله، العالم نزلت تغريداتها ومقاطعها في الميمز، ونبدا الان نشوفها مع بعض ونقيم. واخر مقطع ميمز نزلناه كان فوق 200 الف لايك، والله ما استبعدها عليكم. الموقع هذا كل اعضاء باور مشاركين فيه ومسجلين وعندهم حسابات، حتى يوتيوبر كبار بتحصلهم هنا ومتفاعلين، وفي مقاطع حصريه تنزل لكم مو في اليوتيوب، هذا المكان. لو تلاحظ هنا باور عندهم 66 الف متابع، لو تنزل تحت تلقى اشياء حصريه. طبعا واحنا قاعدين نسولف في واحد اسمه عمر محمد سوى لي فولو، والله لا افوزك يا عمر، والله مع اني يعني حظك، لكن والله لا افوزك. مبروك فزت 50 دولار. اوه خلصنا، ممتاز. طيب وين تجيني البطاقه؟ شكرا لك. اوه جتني على جوالي على طول، نايس. والله يا ويمر اذا ما لحقت تاخذها يا عمر محمد، فاعرف انهم خذوها بالمقطع. بالتوفيق اللي بياخذها، ترى ستور 50 دولار امريكي. ها طيب بسم الله وعلى بركه الله نبتدي الميمز، ويا رب ان البدايه طيبه. خلنا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه خدامه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. خدامه؟ لا 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 مستحيل مستحيل، التيك توك لا كثير، حتى هنا بتجيني التيك توك والله كثير. اللي بعده من امير. اقرب يا عليك تودز اقرب يا مجنونه.
اقرب يا مجنونه اقرب. لا لا وينك؟ الحمد لله كنت بضحك، صدقوني كنت بضحك. طبعا في نقطة لازم أقولها، مو أي واحد على طول بيفوز بالآيفون أو بالسوني، راح تكون مقسمة. إذا الضحكة من قلب زي هذه عيب يا ولد، تقدر تقفل بدون فوز يا ولد. أفك عيب وشك جيب، هذه ما هي بسلومنا احنا يا أطفال الشوارب. إذا قدرت توصل للضحكة هذه يعرف إنك بتفوز بآيفون، يمكن فوقها بعد سوني ما أدري، لكن الضحكات الثانية دي السريعة هذه يمكن سوني ستور، على حسب نشوف يعني. دور الرئيس الأمريكي جو بايدن في هولندا يوم الجمعة المقبل، حيث عفوا مشاهدينا يبحث على حلوة قيمها 2/10. ما والله ما أضحك كذا مني، بدفع بمسك فلوس لما أحاول أضيء الجانب المظلم في حياتي. حلو حلو، هذه نعطيها $50 حقت ضحك بدون صوت، تستاهل يا صالح. You bitch ass niggas that got a problem with me, come kill my uncle about it, pussy. دقيقة، أنا مخي زي مخي أصدم، فعشان كذا ضحكت ضحكة حلوة أقيمها على أول سوني فايز، يستاهل والله يستاهل. هاجر كأنها فازت مرتين، والله ما أدري، مبروك يا هاجر، والله ما أدري، لكن تستاهل. أنا قلت لي حط روابط الضحك. فرق بين الأفلام الأمريكية والهندية. ايوه والله الهندي اطلق، والله الهندي اطلق يا ساتر. سنيور ما لك داعي ترى تسب، ما عليك مني، صدقوني بيسب ويطلع، عارف حق انكود اكبر من كذا احسن من كذا، كلها مسلمين يسب الحين. طب القم يا عطا. صبر بس خلنا نمشي عنها. هندي انت؟ يس مسلم. نو انا ابو هالوجه. رد عليه رد عليه رد عليه رد عليه الى عنك رد عليه. فتش الابات واحد اجلب. او ماي جاد، يا ساتر والله جلطه، والله جلطه. بس هذا احمد لا المقطع ضحك، بس هو حطنا جلطه. اوكي هو حولت الصراحه مقطع حلو بس ما يضحك. يما يا عيال يا الاحراج. طيب اتوقع لازم نوقف الان واتخذ اجراء بالوضع الحالي. انا رجال ودي افوزكم بجوائز كثير، لكن الميمز ما هي بذيك المستوى العالي، فبضطر استعين بصديق عشانكم. ايش بسوي؟ تفضلوا معنا. تفضلوا تستعون، تفضلوا. بسم الله، بيكون عندنا راكان واخوه توام ريان. في حال ان راكان وريان اضحكوا مع بعض راح تاخذون ايفون. وشو نضحك من الحين؟ اعطيهم ايفون. لا شوف لازم اوكي. طيب عشان كذا نظام استقال، يضحكوا ضحكه زي الناس لكن ضحكه متوسطه سوني واكس بوكس ضحكاها، لكن اذا ضحكنا كلنا بي سي جيمنج والله يستاهلون، قسم بالله يستاهلون رب الكعبه. بس انا ترى ما انا وضعي بالضحك صعب يا عيال، ولازم ضحكه. اسمعوا الضحكه لي. لا لي. ضحكه من قلب. كذا 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 سي سي بلاي، ما تدري سي سي بلاي؟ تقدر تدبر منه بطولات وتلعب تحديات وتسوي افريقيا وتقدر تشتري ستورات وتقدر تروح عند كلمه اذهب، واذا رحت عندها تحصل اماكن الفعاليات بالرياض كلها، مراكز اللعب الى اماكن الجيمنج. تضغط هنا يعلمك وش هنا مثلا دول ارينا، تضغط مثلا هنا تحصل مثلا ريس، تحصل تضغط هنا يعلمك مكان الجيمنج سنتر تلعب بي سي مع اخوياك. وحتى مو بس كذا، تقدر تبي تعرف والله وين الايفنتات بالمنطقه حقتي بالبنفسجي، احداث موسميه تضغط يقول لك مثلا هنا وينترلاند، ويعلمك تضغط عليه ويديك اياها بالضبط باللوكيشن المنطقه اللي تبي. والله نمت الظهر وقمت المغرب. طيب نعطيه 20 دولار حق البدايه. مين اللي نزل هذا؟ راكان ما يصير والله، تونا بادين راكان. ياسر 20 دولار يا ياسر. اوكي شكرا ريان، ما بضحك ريان اصبر تكفى. 20 دولار ياسر، يلا يلا بمشيك بمشيك مع الدولارات. هذا الابلع ما عاد اسمع له صوت، شكله مات. اي ليش ما تقول مع اي احسنت راكان، احسنت راكان، ممتاز. اه
اوكي اوكي اثقلوا شباب يلا. لما اتشمت الواحد يدعي علي. حلو. فانتا فنانتا. هاي المرة انت اللي كبيت الكورة كبار الكورة. اوه صح صح. اوكي اوكي والله كانت ورب العز انك كنت ضمها كلك راع قاعدة تقع يا عيال ولوش احمد ضحك تحبون القدار هذا صح جوكم جوكم يا اخوانا يا عيال احمد ضحك رجال ولا يتريق انا اعز عليكم انا نعطي اكس بوكس يستاهل اكس بوكس يجيب لك كويس تحب الوصاخرة كانت جوك عاد نعطي اكس بوكس نعطي اكس بوكس يستاهل سليمان بن احمد اكس بوكس يلا روح روح انك جبت ضحكة لها كانت بتكون الضحكة اللي واه هذه بار حلال اكرر هذا البار بار حلال اكرر حلال اقطت عيناي شلاله ليه ركان راكان انت بتدفعني فلوس يعني ولا وشو علي حاجة كذا بمصيبة ترى هذه كارثة راكان يلا 20 دولار يا 7L اي حسبي الله على ابليسك راكان امسك نفسك ما يصير اكرر اكرر ما قدرت والله امسكها والله ما قدرت والله يلا 7L اي ايوه امير عبد المجيد من مصر بص شوف اميرة هتعمل ايه ايش سفاري ذا يا عيال عدى يوم او حاجة لا يا خرب السوق اميره بتعمل ايه ركان بقى يا ولد ركان ركان هذا حتى ما بنحطه ركان عيب تكفى ركان وش هو ذا يا عزتيني كبيره ركان والله ما يصير والله يا ربي يا ربي يا عزتيني ضعيفه استغفر يا ريال حتى ضحكت بعد لا لا اضحك على ركان انا مبروك يلا 50 دولار والله ركان لحملك الدفعه زي اللي تدفع انت راح الف مؤسسات منصور مفرح احمد يسأل يقول ايش بسوي اذا قفل التيك توك ترى ما حسبت الحساب الحمد لله مكه جده والله لعنة بليسك ادري احد احمد قبل يصير صانع محتوى كان كداد والله بليسك بليسك طمنا عليك كذا حسيت يا جماعة ميمز ترى ليش كذا يلا ميمز لا لا حسيت بعيدها ضحكنا كلنا يا عيال قهرني التصميم والله قهرني شوف قهرني ركان هو مستانس ترى والله الاقي واحد مستانس طمنا عليك مبروك يا راعي المقطع دقيقة طلع اسمك شارك الف مبروك ضحكنا كلنا الثلاثة فزت معانا بأول شخص بي سي جيمنج أبو شايع أنا قاعد أصور مقطع يا حبيبي اسمعني أنا ما أكلت أي شيء ولا شربت أي شيء وراح أكل أي شيء أنت تدلني عليه قلت تكلم أحمد أكلت الولد تداس من ذا رعيها مبروك سوني فايف زيادة يا عيال والله يعني اسف يا زين والله انا اسف لك والله ساتر احب السماج ترى هذه لا تكفى هرهر بالبسبس ايوه ايوه عرفت المقطع لا انا خايس خايس والله ايوه شو خايس يا عيال خايس يا عيال وين ركان يا عيال الله يوفقكم والله يوفقك يا ركان حسبي الله
يا ارتفعت كثير. اقسم بالله المقطع اسطوري، اقسم بالله المقطع اسطوري. يا 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 بحط انا اقبتي فيه، والله بحط انا اقبتي ضروري. طيب انا قلت يا ضحك مكان واخوه توم ياخذ ايفون، حسبي الله على ابليسكم خذ ايفون. الف مبروك استاهل والله، خذ ايفون يا عيال. وكلنا ايوه ضحكتوا كلكم، عشان كذا يا عيال اضحكوا على شيء يستاهل. انت المفروض معنا، انا ضحكت معاكم بي سي. فيني كلام ابغى اقوله بس احس اني بمسك نفسي، لانه ما ودي اخرب مقطع الميمز وخلي مقطع الهواش. اعرف في المقطع مع حتى انا ما اعرفه من هذا المقطع. ابيه قوي بس كيوت. علي الحرام لا هينكم يا عيال، ما عاد في فلوس. طبطبط الله يعطيكم العافية على المشاهدة. ولد يا جماعة ما يصير والله، ليش يا ركان الرجال الله يصلحكم، والله حرام عليكم والله. والله حلو والله، والله نادو والله. عزيزي المشاهد حتى لو ما لحقت تشارك راح اسحب برضو من المقطع هذا، ركز معاي في رابط تاعت حق ستي سي بلاي. كل اللي عليك تدخل الرابط تسوي لي فولو، ابى ادخل على القائمه هذه، ابى اسوي كذا بنزل واقول بوم مبروك. اذا قلت لك مبروك ودخلت عليك على الشات حقك وارسلت لك كلام، اعرف انك فزت معانا. فراح اسحب يا جماعه الخير على ناس فايزين. كل اللي عليك انك تسوي فولو لحسابي، راح ادخل اليوم باذن الله اسحب لكم جوال، ممكن تفوز بسوني جوال اكس بوكس، انتم حظك. طيب اتمنى استمتعتوا يا جماعه بالمقطع البسيط هذا الخفيف. بناخذ اجازه العيد هذه نرتب فيها امورنا من في المقاطع، واتمنى انكم تسمحوا لنا، ووعدكم ان المقاطع الجايه تكون اقوى واقوى. مقطع شاطح وحبينا نغير جو، واتمنى انكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا بالجوائز البسيطه هذه. وفي الختام تاكد دامك فاضي تضغط على الرابط اللي تحت، وتاكد في النهايه ان اول ما ينتهي المقطع تروح تسوي حساب وبيتني الرابط تحت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا راكان، شكرا ريان، اتمنى استمتعتوا معنا. سلام عليكم.